الحمد لله، فيضانات وسيول وكوارث بتضرب عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب، واللي تسببت في تغيير خطة الجيش الإسرائيلي لاقتحام قطاع غزة في العملية البرية اللي إسرائيل بتروج لها من بداية عملية طوفان الأقصى واشتعال المواجهة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إسرائيل بقادتها وجيشها وأسلحتها وبمساعدة أمريكا بيخططوا لدخول غزة لأول مرة من 2007، وطلع رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو وقال هنبيد حماس والمقاومة الفلسطينية ومش هنخلي ليها وجود تاني. بس شوف حكمة ربنا يا مؤمن، الناس دي مش فاكرة لما ربنا قال في كتابه العزيز في سورة الأعراف فأرسلنا عليهم الطوفان. وده بالضبط اللي حصل للإسرائيليين بعد ما غرقت شوارع تل أبيب بفيضانات وسيول مدمرة اتسببت في شلل تام بالمدينة، والناس اختفت من الشوارع. وفي عز ما إسرائيل بتواصل قصف غزة للأسبوع الثاني على التوالي وبترتكب أبشع مجازر وإبادة جماعية بحق إخواتنا الفلسطينيين، وتسببت لحد دلوقتي في استشهاد أكتر من 3000 شهيد، نصهم من الأطفال اللي لا حول ليهم ولا قوة، إذ فجأة بفيضانات وسيول مدمرة بتضرب تل أبيب ما كانتش على البال ولا على الخاطر. تل أبيب تعرضت في الساعات الأخيرة لفيضانات وسيول نتيجة سقوط أمطار غزيرة على المدينة، وده بخلاف توقعات الأرصاد هناك اللي طلعت وقالت إن الجو هيكون شمس والجو جميل. الأمطار دي ما حصلتش قبل كده في تاريخ تل أبيب، وتسببت في غرق الشوارع بالكامل، والمشاهد المنقولة بتوضح لينا حجم الدمار، والعربيات اللي بقت خردة ومرمية على جوانب الطريق بعد ما جرتها المية لمسافات طويلة. وكمان الناس جريوا واستخبوا في البيوت والملاجئ ونسيوا الحرب بأخبارها. الفيديوهات والصور المنقولة من تل أبيب عملت تفاعل كبير على السوشيال ميديا، والناس فضلت تهلل وتدعي، وفي اللي بيقول إن ده انتقام من ربنا، خصوصاً إن القوات الإسرائيلية بترتكب إبادة جماعية زي ما الكتاب بيقول بحق الفلسطينيين. ده غير إنها بتقصف ليل نهار في المدنيين العزل والأطفال اللي لا حول ليهم ولا قوة. الفيضانات والسيول اللي دخلت إسرائيل، الموضوع مش مجرد شوية مطر وهيروح لحالهم، لأن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن الجيش الإسرائيلي قرر يأجل عملية غزو غزة لفترة لسه ما تحددتش، وده بسبب الظروف الجوية، وغير الخطة اللي كان حاططها لاقتحام غزة عن طريق البر خلال 48 ساعة. الفيضانات والسيول اللي ضربت تل أبيب بتورينا إن مفيش حاجة كبيرة على ربنا، وقادر يغير الحال في لحظة، ومهما وصل البشر من تقدم وجبروت ممكن حياتهم تنتهي في غمضة عين. فربنا ينصر إخواتنا في فلسطين ويرزقهم الثبات والقوة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم عار